تركيا تتحرك نحو الغرب بمقدار أمتار. خريطة العالم تتغير بالكامل بعد الزلزال المدمر. البنية التحتية تنهار، وظاهرة غريبة وتغيرات طارئة تثير المخاوف. فما الذي حدث؟ منذ أكثر من 10 أيام أثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والتي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر حالة كبيرة من الجدل والقلق، وخلف وراءه آلاف الضحايا والمصابين والناجين الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض. وكانت التداعيات الجيولوجية التي خلفها الزلزال، وخاصة الهزات الارتدادية التي تلته، في غاية الخطورة، إذ أزاحت الكارثة تركيا وحركتها نحو الغرب بمقدار 3 أمتار كاملة، حيث تحركت الصفائح التكتونية بمقدار 3 أمتار غربا نظرا لقوة الزلزال الهائلة. تلك التداعيات الجيولوجية لا يشعر بها الإنسان مباشرة، كما لا يشعر بدوران الأرض وحركتها وبما يدور في باطنها، ولكن أي حركة مفاجئة قد تخلف نتائجا كارثية، حيث أن حجم الصفائح التكتونية يرتبط عادة بقوة الزلزال الذي يحدث. ويمكن للهزات الزلزالية أن تحرك تركيا نحو 5 أو 6 أمتار غربا في المستقبل. وهناك قاعدة ثابتة ما تقول أن الزلزال العنيف قد يحرك الصفائح بين 10 أو 15 مترا. وكقاعدة عامة، يرتبط زلزال بقوة 6.5 إلى 6.9 درجة بإزاحة الصفائح نحو مترا واحد. أما الشيء الذي يزيد من الأمر خطورة هو أن الإزاحات الأفقية للصفائح يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الرئيسية للمدن التي ضربها الزلزال، والتي شهدت تحركا بمقدار 3 أمتار، بما في ذلك أنابيب المياه وكابلات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والأنفاق. فلم يكتف الزلزال بما أحدثه من خرابا بما ساوى بالمدن التراب وأعداد الضحايا الهائلة في طريقه لهدم البنية التحتية، بما يعني المزيد من الخسائر الاقتصادية الفادحة. ومن ضمن الأمور الغريبة التي شهدتها تركيا بعد تحرك الأرض 3 أمتار، والظاهرة الغريبة التي حدثت في جبال تركيا، وهي وجود أعمدة دخان متصاعدة من جبل جوكسون كوشاكياسي في ولاية كهرمان التي تقع تحديدا جنوبي تركيا. وقد أثارت هذه التغيرات الطارئة على الجبل الكثير من المخاوف. والسبب الأول في هذه الظاهرة أن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي كان بقوة 7.8 درجة تعادل 1 ميجاتون، أي 1,000,000 طن، من مادة TNT، والتي تعادل قوة 500 قنبلة ذرية، والتي على إثرها تحركت طبقات الطين الحجري الصهري على عمق 41 كيلومترا، وشكلته بركانا في جبل كوشاكياسي بقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية. تلك الحمم البركانية بالإضافة إلى الرماد وبخار الماء والثلج الذي خرج من الصدع العميق الذي شكله الزلزال في جبل كوشاكياسي أذاب الثلج الذي كان على الجبل، كما أنه تدفق إلى سفح الجبل بسرعة 40 إلى 6 كيلومترا في الساعة كسائل ساخن مع الوحل. وعلى الرغم من أن الدخان المتصاعد من الجبل أحدث قلقا كبيرا، إلا أن إدارة الكوارث والطوارئ أعلنت أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو رماد البركاني أو نفط أو غاز في المنطقة، ولكن لم تقدم المؤسسة تفسيرا للصور التي تم تداولها بكثافة لمنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.